100% ان شاء الله غادي نجيبهم من مصر. كراجاوي عارف بلي ماشي سميتو شي حاجه مضمونه, حتى هو اللي غادي يجي من مصر ان شاء الله, حتى الكاس غادي يجي من مصر ان شاء الله. يعني فرق الرجاء تعودنا ان يجيب انتصارات وتاهلات من ديما نشوف الرجاء معروفه بالريمونت, هذا غادي نجيبوها باش من مكان. يعني سيلون مو ليكيب دي رجاء ا بليزيور بوتنسييل, اي بيف غاي لو ماتش ريتور كوم بي فير لو ماتش نول, مي اي تروف ا مون كوتي l'équipe de Raja va faire la différence parce que c'est une équipe très stable et très jeune, très compétitif. Donc pour moi ça serait pas facile, mais on aura la victoire au Maroc, on va ramener la victoire au Maroc inchallah. Inchallah غادي نربحو inchallah, حيت الرجاء كتلعب بنفسيه قويه وما كيرجعوش للور, واخا inchallah اللعابه راه ما كاينينش شي وحده راه مصابين, الركائز راه مصابين, مي ان شاء الله راه نجيبوها بالنفس ان شاء الله. الريمونتادا مع الزمالك ما كنظنش محاج تكون, ما نظنش حتى الزمالك فريق قوي ان شاء الله. اخويا ما كاينه نفوز وما كاينه غير الرجاء ان شاء الله, غادي نجيبوها ان شاء الله من مصر. طبيعه الحال حنا معروفين بالريمونتادا خصوصا في هذا العام هذا, وما كاين غير ريمونتادا ان شاء الله. العصبه رجاويه ان شاء الله, يعني ما غيكونش واحد الحظوظ كبيره, يعني غنقول لك واحد 40% تقدر تاهل الرجاء. واش غادي نقول لك, المهم مولا ربي كما كنقولوا حنا. الرجاء ديما عاودتنا على الريمونتاج, ديما عاودتنا هادي, وما تنساوش عاوتاني باللي راه كنا خسرنا هنا معاهم في كازا بواحد زيرو ومشينا لمصر ربحنا 3-0, يعني المستحيل ماشي راجعوا. خويا بالرجولة هذا صراحة ضعنا في هذاك الماتش, كتشوف ان الغيابات ديال اللاعبين بحال مثلا الاساسيين بحال سميتو احداد وبوطيب وشاكير, هادو خلاو الماتش يكون شوية ناقص, مع ان القشالية ديال اللاعبين صراحة اللي كانت في المتناول ديالها صراحة. كيبان لك ان رحيم تبارك الله ضربوا ماتش بانه مهر سنيف ويكمل معاكش يكمل معاك الماتش, راه ما سهلاش. والتحكيم هذه احسن خيب حاجه اللي سنايا اننا ديما حنا كنتظلموا في التحكيم صراحه الله, فهمت التحكيم تقريبا البلانشيه شهدوا بيني, على العلم انا اللعابه بخصوص بدر بانو انه الكابيتان كيقول لي انه يرجع للفار, هما يعني هو ما تسوقش ليه وكملوا الماتش. يعني واحد جانا هدف غير هكا غير كما كنقولوا مجا الوقت صافي وخسرنا الماتش, ولكن ان شاء الله الرجوع ان شاء الله غنجيبهم ان شاء الله باذن الله. صراحه كان رجاوي كان, ولكن صراحه احسن حاجه اللي عجبتني ان الناس الدراري ما يبقاش فيها الحال انه فهمشي انه تقاتلوا وداروا بو ماتش. الحمد لله هادشي كيبان لي خايبه انهم يلعبوا وما يبانش لك بانهم راه قصروا لعبوا, ولكن بينوا لينا وعجبونا صراحه, وان شاء الله غنجيبهم في مصر ان شاء الله باذن الله. خويا اي حاجه كتخيلها مع الرجاء ما كاينش شي حاجه مستحيله ان شاء الله باذن الله. اللهم يستر اخويا, كنتمنوا لهم فحد سعيد ان شاء الله. باقي لا حظوظ وبزاف, حتى الرجاء راه عالمي دي اول حاجه, وان شاء الله الزمالك راه كنا غادي نربحوهم, ولكن خساره ديك الحكم زعما شي راجل. ضروري ضروري الرجاء راه اي حاجه توقعها من عند الرجاء, عقلتي على الماتش ديال الديربي من الدقيقه 74 شدينا علبه المفاجات, شي الرجاء بحال علبه المفاجات فهمتيني, وديما رجاء وعاش الرجاء وبخير ان شاء الله. غادي نجيبوا حيت ديجا فايتين رابحينهم وغادي نسميتو ان شاء الله, غنجيبوا اللقب ونردوا لهم داكشي اللي داروا لنا ان شاء الله. ما كاين غزر صبغه عندي تما باش نوض فيهم. الرجاء الرياضي يقدر يجيب التاهل من ان شاء الله, غادي يجيبوا بشي 2-0 هكاك ان شاء الله.